السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الاختبارات الأحادية في الدوت نت. رأينا في الحصة الفائتة كيف نقوم بإنشاء كلاس تقوم بإمدادنا بمجموعة من البيانات من النوع الذي نريد اختباره، وقلنا بأننا سنتعامل مع in-memory data بدل التعامل مع بيانات قادمة من ويب سيرفيس أو من database وما إلى ذلك من مصادر خارجية، وذلك بغرض البدء من الصفر جريا على عادتنا من أجل نتعرف على كيفية التعامل مع dependencies. تمام، الكلاس بكل بساطة تحتوي على ليست من الويت كالكوليتور، تقوم بتعبئة هذه الليست بشكل يدوي في الكونستراكتور ثم تقوم بإرجاعها لنا في الميثود التي أسميناها getWeightCalculators أو نسميها getWeights باختصار. تمام، الآن سنقوم بإنشاء ميثود داخل الويت كالكوليتور تقوم باستدعاء هذه المعطيات من أجل حساب الوزن المثالي لكل عنصر من العناصر المرجعة. سنأتي إلى الويت كالكوليتور ثم مثل هذه الميثود، لكن بدل أن ترجع لي دبل يعني سينجل أوبجكت أو سينجل إليمنت سينجل آيتم عنصر واحد، سترجع لي كولكشن، سترجع لي ليست. سنأتي وننشئ public list، ترجع لي مجموعة من الدبلز اللي هي الأوزان المثالية ونسميها get ideal body weight from data source. مع العلم أن الاسم طويل لكنني أفضل دائما أن أعطي أسماء طويلة لأنها معبرة، يعني هي مثل هذه الميثود لكنها ترجع لي collection من الدبلز واسمها هو get ideal body weight from data source لأننا سنتعامل مع data source اللي هو الweight repository. تمام، سنأتي وننشئ collection من أجل تخزين الريزلتس عليها. طبعا الريزلتس ستكون من نوع double كما هو النوع المرجع في الميثود ونسميها results تساوي new، تساوي اللائحة مبدئيا فارغة. ثم سنقوم بإنشاء object من الويت ريبوزيتوري var repo يساوي new weight repository. لاحظوا أنني لم أتعامل مع dependency injection وإنما أكتب الكود بطريقة بدائية عادية جدا لأنني أريد أن أبدأ معكم من الصفر ثم نتدرج شيئا فشيئا من أجل التعرف على كيفية عمل dependency injection إن شاء الله في الدروس اللاحقة. تمام، أنشأنا الأوبجكت. الآن سنحصل على الويتس. ويتس يساوي ماذا؟ يساوي عفوا يساوي repo.getWeight. بهذه الكيفية أحبتي في الله سنحصل على النتيجة ونخزنها في هذا الفاريبل الذي اسمناه weights. ودائما نقول حينما يكون النوع مجهولا يستحسن ألا نستعمل var، يعني أن نتعامل مع explicit type مباشرة اللي هو list. مثلا في هذه الحالة var repo هنا لا توجد مشكلة لأنه حددنا النوع هنا، فنحن نعلم أن الريبو من نوع weight repository، على خلاف الويتس فهي تحتوي على ميثود نتيجة ميثود، فبالتالي لا نعلم ما هو نوعها إلا بعد عمل هكذا هوفر عليها. تمام، الآن حصلنا على الأوزان، سنعمل لوب لهذه الأوزان for each var weight in weights. سنقوم بحساب الوزن المثالي لكل عنصر. سنقول له الريزلتس اللي هي الكولكشن التي أنشأناها هنا، هذه الكولكشن الفارغة سنضيف إليها النتيجة المحسوبة اللي هي الويت الأوبجكت الذي وصلنا إليه في الفور إتش get ideal body weight. تمام، ثم أزيل هذا السطر الفارغ وآتي وأعمل return للريزلتس. هكذا بكل بساطة أحبتي في الله، الميثود ميثود عادية جدا. في الأول أنشأنا ليست فارغة ثم حصلنا على الإليمنتس من الريبوزيتوري الموجود لدينا وخزناها في هذه الليست التي أسميناها weights، ثم عملنا لوب لعناصر هذه الweights وكل عنصر من عناصرها نقوم بحساب الوزن المثالي الخاص به ونضيف نتيجته اللي هي بطبيعة الحال دبل، سنقوم بإضافتها إلى الليست اللي هي أصلا ليست للدبلز، ثم نرجع النتيجة. الآن الميثود جاهزة للاختبار، عندنا ميثود تقوم بحساب الوزن المثالي لمجموعة من العناصر القادمة من مصدر، في هذه الحالة مصدر محلي يخزن في الذاكرة، لكن في سياق آخر قد يكون هذا المصدر database أو file system أو
أي شيء ويب سيرفيس وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة أحبتي الكرام، على أمل أن توفقوا في إنشاء هذه المتود وتفهموا جدواها والغرض منها. في الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بكتابة اختبار لهذه اليونت، لهذه الوحدة. أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.